السلام عليكم، حياكم الله متابعينا الكرام في إجراء احترازي معتاد يتم بإذن الله بعد قليل رفع ثوب الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار، وذلك استعدادا لموسم حج هذا العام. نتابع. والآن متابعينا الكرام كما نشاهد مع بداية أعمال رفع الثوب يتم رفعه بعد ذلك 3 أمتار. طبعاً عملية رفع الثوب تقام على 4 جهات الكعبة المشرفة في وقت واحد، ويبلغ عدد المشاركين في عملية رفع الثوب أكثر من 53 موظف من منسوبي رئاسة شؤون الحرمين. وبعد أن تم فصل ثوب الكعبة بالحلقات المثبتة بالشادروان، يتم إنزال هذه الحلقات حفاظاً على سلامة زوار وقاصدي بيت الله الحرام. وكما ذكرنا لكم متابعينا الكرام، يتم فصل الثوب عن الحلقات المثبتة بالشادروان. والآن متابعينا الكرام كما نشاهد يتم فصل الستار، ليتم بعد ذلك عملية رفع الثوب. الآن نبدأ بأول خطوة وهي ربط الثوب في نفس المكان اللي نرفع منه الثوب في الحلقة هذه. جميل. هذه هي البداية، الحلقة من هنا الوزنية. نبدأ جميع الزوايا 3 أمتار. جميع الجوانب. جميع الجوانب، جميل جدا. شوف هذا هنا فهد. والآن متابعينا الكرام يتم وضع هذا القماش الأبيض على جميع محيط الكعبة بمقدار 47 متر بارتفاع 3 أمتار. وينضم إلينا وكيل الرئيس العام الأستاذ أحمد المنصوري، حياك الله. كلمة بمناسبة رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في هذا اليوم الخميس 15 من شهر ذي القعدة العام 2040. تبدأ الرئاسة في إجراءات سنويا في رفع ثوب الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار، حافظ على صوت الكعبة المشرفة من جراء الازدحام المتزايد خلال الأيام القادمة للطواف بحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكه. وهذا الإجراء معتاد سنويا لمحافظة على صوت الكعبة، ويأتي في إطار الاهتمام والرعاية التي تمليها حكومة خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن وأداء مناسكهم بكل يسر وسمو.